السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من تلفزيون القناة، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يشدد على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المحافظات تزامنا مع احتفالات العام الجديد. محافظة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعدد آخر من المجالات خلال عام 2021. وفي الإسماعيلية افتتاح معرض رأس السنة للأسر المنتجة وسيدات الأعمال للمشغولات اليدوية بنادي الشجرة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف من طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي واللواء خالد فاروق نائب المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ومسؤولي الصندوق. هذا وقد أشارت الدكتورة هالة سعيد خلال الاجتماع إلى أن الهدف من الاجتماع اليوم هو إطلاع رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسرعة طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية وطرح جزء من محطات سيمنز بعد تقويم البدائل. شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المحافظات مع تفعيل غرف الأزمات تحسبا لوقوع أي طوارئ والتعامل معها على الفور تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد وقرب حلول عيد الميلاد المجيد. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد كان لها الفضل الكبير في تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التي تمت والتي يجري تنفيذها بتلك المحافظات. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء أن التوسع في التطعيم وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل داعيا المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح. وخلال الاجتماع استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المعطي إمكانية التنبؤ بحالة الطقس حتى 2 يناير مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك الفترة أمطارا غزيرة إلى متوسطة على عدد من المحافظات تصل إلى ذروتها يوم الجمعة المقبل. من ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر وتفعيل غرف الأزمات وحشد كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقعة. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة وشركة ديل تكنولوجيز بمصر من جهة ثانية وكل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعات القاهرة عين شمس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الألمانية بالقاهرة وذلك لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بهذه الجامعات. حضر التوقيع كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار اطلاع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها باعتبارها الهيئة الحكومية المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والمسؤولة أيضا عن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر، إضافة إلى دورها في قيادة تطوير هذه الصناعة من خلال القيام بتحديد وإقامة الشراكات مع الحكومات والهيئات والشركات التي يمكن أن تشارك في تطوير وتوفير المسائل الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرامج لبناء القدرات في هذا المجال. عقد وزير الداخلية السيد محمود توفيق اجتماعا موسعا مع عدد من مساعديه، وتواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه، كما تواصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. وتبع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، حيث وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكدا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة. وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، كما أكد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين. ووجه الوزير بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم في توجيه كافة الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن، كما وجه الشكر لهم على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني. تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية الثالثة باللقاح المضاد لفيروس كورونا كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة انتشار الفيروس، كما تواصل الفرق المتنقلة عملها بتطعيم المواطنين في الميادين والنوادي ومحطات السكك الحديدية والمترو. شهدت محطات المترو التي يتواجد بها لجان التطعيم بلقاح فيروس كورونا إقبالا غير عادي من قبل المواطنين للتطعيم باللقاحات المضادة للفيروس كأحد الإجراءات الاحترازية التي حرصت عليها الدولة المصرية من خلال توفير التطعيمات بأنواعها واللجان الطبية الثابتة والمتنقلة بمحافظات مصر كافة. وجود نقطة زي دي هنا ده بيخدم الرسالة بتاعتنا جدا جدا، ان احنا بنقدر نوصل لعدد كبير من الجمهور في مكان واحد. المكان هنا بيعمل التسجيل، يعني الناس اللي مش بتعرف تسجل نفسها بيعمل التسجيل والتعيين على المكان وحقن المصل ثم تأكيد الجرعة. الميزة اللي احنا هنا حاسينها اكتر حاجة توفير الجرعة الواحدة، توفير الجرعة الواحدة للناس اللي براحة ومترددة على المحطة ووارد ترجع تاني او ما ترجعش، فده بيخلي توفير الجرعة الواحدة سهل ومناسب لطبيعة هذا المكان. احنا بنحرص دايما على ان احنا نبقى متواجدين في وسط الناس نجاوبهم على الأسئلة بتاعتهم، زائد الإجراءات الاحترازية اللي بنتبعها من الوقايات الشخصية، التخلص الآمن من النفايات،
السبيسنج اللي هو التباعد ما بين المواطنين، كل ده زي ما حضرتك شايفه بيساعدنا فيه طبعا السادة المسؤولين في أي مكان بنروحه. إجراءات ميسرة تتم على مدار الساعة للمواطنين بمحطات المترو، وذلك خلال عملية التطعيم إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما بينهم. بدأنا نطعم الأطفال والسيدات الحوامل والرضع، بحيث إن هم دلوقتي يستخدموا فايزر من ناحية ان هو امن واعراضه ما ليس لها اعراض جانبية الا قليلة جدا. بنساعده في التسجيل وكده على طول، بيجيله على طول مسج بندخله ونفعله على طول، حتى لو اي مواطن قبل كده جات له رسالة بميعاد الجرعة بتاعته ما قدرش يروح مثلا ظروف شغل ظروف مرضية، بعديها بنقدر نعمله اعادة تفعيل ونطعمه برضه وهو واقف على طول، وبياخد جونسون وتيم جونسون بيبقى جرعة واحدة. انطباعات ايجابية انتابت المواطنين كافة خلال عملية التطعيم بمحطات المترو. تنظيم واخدت دوري والناس منتهى الادب والذوق والاحترام كلهم مشكورين، مجهود رائع من وزاره الصحه ومن سياده الرئيس وتوجيهاته. التعامل هنا كان كويس قوي يعني، واول ما جيت بس سجلت وانتظرت بس في الدور وكان تمام يعني، ما فيش اي مشكله. اتمنى كل الناس تاخد اللقاح، واديك شايف اهو التنظيم كويس في كل حته ودلوقتي جرعه واحده. كلف محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجها مدير إدارة صندوق الخدمات بمتابعة تحصيل كل المستحقات وإعداد تقرير للعرض لاتخاذ ما يلزم حيال المقصرين. جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بالاستمرار في رفع الإعلانات المخالفة وتحصيل الرسوم المستحقة عن الإعلانات المرخصة ورفع البنرات المخالفة أعلى العقارات السكنية وواجهات المحال التجارية، مطالبا بتقديم تقرير أسبوعي مدعم بالصور بشأن الإعلانات التي تم رفعها من أعلى العمارات لاتخاذ اللازم قانونيا حيال المخالفين. على جانب آخر، عقد محافظ الشرقية اجتماعا مع رؤساء الجهات التنفيذية القائمة على مشروع حياة كريمة بمركز الحسينية بهدف الإسراع في خطى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسيني. خلال الاجتماع جرى استعراض الموقف من تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي والتليفونات ومياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز الحسيني، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال واستلامها قبل نهاية شهر يناير المقبل للبدء على الفور في أعمال الرصف. استطاعت محافظة الشرقية خلال عام 2021 حصد العديد من الجوائز، من بينها أفضل محافظة لتنفيذ تجربة تنموية وأفضل إدارة لتطبيق نظام الذاكرة المؤسسية، فضلا عن تصدرها مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. قبل انتهاء عام 2021 ومع قرب حلول عام 2022، برقية تهنئة يرسلها الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجميع المواطنين على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في عام 2021 هو مشروع حياة كريمة الذي غير وجه الحياة في مركز الحسينية وأعطى شهادة ميلاد جديدة للمشروعات المنفذة. أن مركز الحسينية أنا بقول بيعاد ولادته من أول وجديد، بالأخص القرى اللي تم العمل فيهم من خلال مبادرة حياة كريمة، 41 قرية، حجم المشروعات 652 مشروع، وده طبعا حجم مهول من المشروعات. كان الأول نفسنا نعمل محطة مية، دلوقتي بنعمل 7 محطات مية، بنعمل 10 روافع مية، عندنا أكتر من 62 مشروع لمياه الشرب، عندنا أكتر من 139 مشروع لمشروعات
قطاعات الصرف الصحي. فحضرتك بتتكلمي على إعادة ولادة لمركز من أول وجديد كان كله في نقص خدمات، وبالأخص مياه الشرب والصرف، الغاز، المدارس، المستشفيات. 42 مشروع في الصحة لوحدهم طفرة كبيرة جدا بتحصل، حجم الاستثمارات تجاوز 6 مليار جنيه حتى الآن، نسب التنفيذ مرتفعة جدا تخطت 55%، وفي بعض المشروعات 100% انتهت وتم تسليمها وجاري الانتهاء من بقية المشروعات. إنجاز حققته المحافظة على مدار 7 سنوات الماضية في جميع القطاعات، ونفذت ما يزيد عن 690 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة تصل إلى 24.5 مليون جنيه. تكلفنا بالعمل كمحافظ هو تكلفنا لخدمة المواطنين، فإحنا كل عملنا كله هو خدمة المواطنين بكل أشكال، توفير حياة جيدة، حل مشكلات مياه، صرف صحي، توفير تموين الخبز، كل المشكلات اللي احنا بنعاني منها او المواطن بيعاني منها بنجتهد ان احنا نشتغل عليه، بجانب طبعا العمل على التطوير والتجميل وتوفير اماكن ترفيهية، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه في الوقت الحالي، هو إعادة الشكل الحضاري لمدن محافظة الشرقية. قرارات تم اتخاذها ومشكلات تم حلها وأفكار تم ابتكارها، كل هذا وأكثر استطاعت محافظة الشرقية أن تحققه في العام المنقضي. وإن شاء الله في نقلة كبيرة جدا في حجم المشروعات اللي تم تنفيذها على الأرض الشرقية بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، وبنأمل أن يخش فيها أكثر من مركز، وبالتالي تنتهي مشكلات القرى داخل محافظة الشرقية، لأن زي ما حضرتك عارفة عدد القرى اللي عندنا كان نسبة القرى اللي مخدومة لا تتخطى ال 14%، وده طبعا عدد قليل قوي. ان شاء الله 2022 انا متوقع ان احنا هنتخطى 70% من القرى يتم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب، لان المبادرة انا بعتقد العبقرية ان هي حلت مشكلة كل المحافظات كانت بتعاني منها وكان عندها مشكلة ان هي حتى تقدر توفر محطة مية او محطة معالجة. دلوقتي مبقاش في مشكلة بالمبادرة، وان شاء الله تنتهي مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والمدارس. استثمار العنصر البشري ورفع كفاءته إحدى الخطوات التي استطاعت محافظة الشرقية تنفيذها من خلال الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين في الإدارات المحلية بمركز التدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، أو في مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام محافظة الشرقية. عامل من الإنجازات تحققت فيه محافظة الشرقية قفزة عالية في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعاتها التنموية والاستثمارية، واستطاعت المحافظة أن تصل إلى مكان الصدارة في تنفيذ التكليفات الرئاسية. لتبدأ محافظة الشرقية عاما جديد بدفعة قوية لاستكمال خططها الاستراتيجية للبناء والتطوير. من محافظة الشرقية، أسماء عبد العظيم، القناة. في السويس اختتمت أمس فعاليات معرض الطفل الذي نظمته كلية التربية النوعية بمقر المركز الإبداعي بجامعة السويس. ضم المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الخاصة بطفل ما قبل المدرسة. تجدر الإشارة إلى أن كلية التربية النوعية قد اعتادت تنظيم هذا المعرض سنويا، حرصا منها على تقديم كل ما يتعلق بتربية النشء، خاصة طفل ما قبل المدرسة. تحت رعاية الأستاذ الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، نظمت كلية التربية قسم علم النفس التربوي ورياض الأطفال فعاليات معرض الطفل، والذي تضمن الركن المتحفي للطفل وركن العلوم والاستكشاف، وذلك بإعداد متميز من قبل أساتذة ومعيدي القسم تحت رعاية الأستاذ الدكتور إيهاب شحاتة عميد كلية التربية جامعة السويس، وذلك بمقر المركز الإبداعي للجامعة. وقد اعتادت كلية التربية جامعة السويس على تنظيم هذا المعرض سنويا، حرصا منها على تقديم الجديد فيما يتعلق بتربية النشء، لا سيما الطفل ما قبل المدرسة. المعرض ده بيبقى سنوي، بيبقى عبارة عن متحف الطفل،
وبيبقى عبارة عن المركز الاستكشافي للعلوم والرياضيات. الحقيقة العمود الفقري اللي بينفذ معنا المعرض ده طبعا بيبقى طلاب أو طالبات الصف الفرقة الرابعة. القسم بتاعكم كله طالبات؟ كل طالبات احنا عندنا تربية طفولة فيها الفرقة الرابعة عندهم مادة متحف الطفل. طبعا بصراحة المبدعة دكتورة إيمان شرف هي اللي بتبقى مسؤولة عنه بصفة خاصة هي والطالبات في الفرقة الرابعة. المعرض هنا بيتكلم عن جزء عن التربية المتحفية وجزء عن التربية العلمية. بالنسبة للمتاحف احنا طبعا دلوقتي في ثورة وعولمة وتحديات الطفل. الطفل ما بقاش يتعلم بالورقة والقلم، بقى في التعليم الهجين، بقى في التعليم المتحفي، التربيه المتحفيه. بدانا ندي للطلاب فكره في سنه رابعه عن التربيه المتحفيه ازاي يوصلوها للطفل، خصوصا في ظل توجيهات الوزير الجديده بتاعه 0.2. ففي متحف معانا حربي، متحف وطني، متحف تاريخي، متحف فني، متاحف عديده طبعا استكشافي. يضم معرض الطفل مجموعه كبيره من الاعمال المتعلقه بطفل ما قبل المدرسه، حيث تم عرض من خلال متحف الطفل عدة متاحف منها المتحف العلمي والمتحف التكنولوجي والمتحف الحربي والفرعوني والفني، كما تضمن ركن الاستكشاف والعلوم عرض للوسائل التعليمية التفاعلية للأطفال بمرحلة رياض الأطفال في مجالات العلوم الطبيعية والفيزيائية والبيئة والتكنولوجيا، وذلك لتنمية مهارات التفكير المختلفة للأطفال. وقد تم توجيه دعوة للمدارس والأطفال لزيارة المعرض ومشاهدة المعروضات. أبدأ بالفرقة الرابعة، هي مادة التربية المتحفية هي عبارة عن مجموعة من المتاحف، المتحف الفرعوني، المتحف الحربي، المتحف الفني، متحف وسائل المواصلات، متحف التكنولوجيا، كلها عبارة عن وسائل تعليمية. يعني مثلا الحربي بجيب حربي تاريخي، بجيب مجموعة عصور وببتدي أوصفها بحيث أن المرحلة رياض الأطفال يعرفوا التاريخ والحرب، لأن دي حاجات طبعا ما شوفهاش، فلما يشوفوها هتضيف ليهم طبعا، خاصة أن هي خامات بيئية فهي بتتوظف، يعني الطلبة بيوظفوها أنها تظهر بالشكل ده. يعني عبارة عن كراتين بس طبعا حاطين التوتال اللي من بره، فوم، خامات طبعا تبع الفنيات بحيث أنها تظهر الشغل ده. احنا متقسمين كذا جروب، فاحنا المتحف الفني تحديدا مش هقدر اقول اني مشاركه فرديه لوحده، ان احنا كلنا كنا جروب وتيم ورك بنشتغل مع بعض، فكل الحاجات اللي هنا كل واحد فيها ساب بصمته، يعني مفيش حاجه بعينها ممكن اقول لا دي عملتها لوحدي، لان كلنا يا كنا بنشارك بعض بالراي يا في الماتيريالز يا في حاجه حد بيساعدنا فيها. فهو انا بعتبر ان المتحف ده بتاعنا كلنا. عملتوا ايه بقى؟ احنا الاول بدانا ان احنا نقسم المتحف كاركان، مثلا عملنا زي ركن الفواكه او الحيوانات او الاشكال الهندسيه. في كل ركن من دول حاولنا بقى ان احنا نعمل نستخدم كل الماتيريالز الموجوده، عملنا من الورق، عملنا من الخرز، عملنا من عجينه السيراميك. فبدانا ان احنا بقى في تنوع في الاركان وتنوع كمان في الماتيريالز. فاحنا انا المتحف الفرعوني، اتكلمنا في المتحف الفرعوني حاولنا ان احنا نغطي كل الاثار الفرعونيه على مر التاريخ او الحاجات كلها المميزه في الفراعنه اللي احنا عارفينها، وقدرنا ان احنا نجيب مثلا شكلهم التاريخي، شكلهم اللي كان اساسي عامل ازاي، حاولنا ان احنا ما نجيش مثلا نتكلم عن عوامل التعريه اللي تعرضوا ليها، فبالتالي قدرنا ان احنا نبرز الشكل الذهبي مثلا بتاع الاهرامات كان عامل ازاي في الاول، ان الهرم الكبير كان مفتوح، اتكلمنا عن الملك رمسيس الثاني وان هو كان اله الشمس وان الشمس بتتعامد عليه، اتكلمنا عن الملك مينا، قدرنا نتكلم عن ادوات الزراعه والصناعه والحرب اللي كانت بتحصل اللي كانوا بيستخدموها الفراعنه ساعتها، كان ايه الوسائل بتاعتهم عشان مثلا يتم الزراعه او الصناعه، كان طبعا بيستخدموا النيل كان هو المصدر الوحيد ليهم ساعتها. جهود وابداعات يقدمها قسم تربيه الطفل بكليه التربيه جامعه السويس، يساندها دعم جامعة السويس بتقديم الخبرات التعليمية المتكاملة وتوظيف التقنية والفنون والابتكار والتصميم الهندسي والتطبيق العملي والاستكشاف لاستحداث وسائل تعليمية متنوعة تجعل من العملية التعليمية أكثر تشويقا وجاذبية للطفل وأيسر تعلما، مع مراعاة مناسبة هذه الأدوات والوسائل لخصائص الأطفال وقدراتهم والفروق الفردية فيما بينهم. من السويس، من معرض الطفل بكلية التربية جامعة السويس، نهاد محارم، تلفزيون القناة. اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرها العلمي الرابع للإدارة العامة لثقافة بورسعيد تحت عنوان الاتجاهات الطبية الحديثة في التشخيص والتدخل المبكر ومعالجة الإعاقات.
أقيم المؤتمر برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد السيد عادل الغضبان ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية لبورسعيد باعتبارها عاصمة للثقافة المصرية وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها. المؤتمر يحتوي على أكثر من 50 بحث علمي أكاديمي. بدأت امبارح فعاليات المؤتمر بالتكريمات وعرض لما تم مسبقا في المؤتمرات السابقة. النهاردة الجلسات النفسية والاجتماعية والثقافية. السنة دي احنا اخدين محور طبي الاتجاهات الحديثة الطبية الحديثة في التشخيص والتدخل المبكر ومعالجة الإعاقات. إزاي إحنا نتدخل طبياً قبل حدوث الإعاقة بحيث إن إحنا نمنع الإعاقة وإزاي إن إحنا نشخص الإعاقة بدري. رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد صبر سلامة عامة كلية الطب وأمين عام المؤتمر أستاذ الدكتورة هبة يوسف محمد وكيل الكلية للدراسات العليا. البحث اللي أنا كنت مقدماه كان عن الإعلام ودوره في رفع الوعي في آلية التعامل مع ذوي الإعاقة. البحث قايم على جهتين أو مركزين. المركز الأول إزاي إحنا نقدر نغير سلوك ناحية التعامل مع ذوي الإعاقة في المجتمع، لأن إحنا درسنا في أكتر من لقاء إيه المشكلات اللي بتقابل أولياء الأمور من ذوي الإعاقة وحاولنا إن إحنا نشتغل على النقاط دي، وكان من أهمها ثقافة التعامل معاهم في المدارس مثلا، إن الأطفال ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم في مثلا في الدمج، برضو في بعض الأماكن العامة والنوادي إن في ثقافة معينة إن هم الأطفال بتبعد عنهم. حاولنا إن إحنا نعمل في إطار محور ذوي الإعاقة اللي بتتبناه الهيئة العامة للاستعلامات نفذنا عديد من اللقاءات لرفع الوعي في هذه النقطة. وجدت إن في يعني بعض المشكلات اللي هم بيمروا بيها ودي بتنعكس على تفاعلهم الاجتماعي وبالتالي بيبقى في انخفاض في مستوى الثقة بالنفس وكده. فيعني اخترت الموضوع بتاعي اللي هو إدارة الذات وعلاقته بالكفاءة الاجتماعية لدى طلاب الجامعة العاديين والمعاقين بصريا، ومن خلال العينة اللي أنا اخترتها ديت هقدر إن أنا أقارن ما بينهم وما بين الطلبة العاديين في المهارات اللي هم بيكتسبوها زي إدارة الوقت وإدارة العلاقات الاجتماعية. في الإسماعيلية افتتح السكرتير العام المساعد السيد هشام الطويل معرضا للأسر المنتجة نظمته الغرفة التجارية وجمعية سيدات الأعمال بنادي الشجرة يستمر لثلاثة أيام. يستهدف المعرض تشجيع السيدات التي اخترن طريق العمل الحر من خلال المشروعات الإنتاجية. أنا بوجه شكر طبعا للسيدات اللي موجودة للأسر اللي عملت الشغل الجميل دوت، وبنادي الإعلام إن احنا نكرر الموضوع دوت بإذن الله تعالى وننشره داخل مدن ومراكز المحافظة، ما يبقاش قاصر على مدينة الإسماعيلية، نعمله مع بالتعاون مع الغرفة التجارية في مدينة فايد، نعمله في أبو سويل، نعمله في التل وهكذا، واخد بالك عشان ننشر عملية البيع ونزيد من الدخل للأسر المنتجة دي كلها بالكامل. معرض سيدات الأعمال رأس السنة 2022 بيضم أكثر من 55 سيدة في جميع المشغولات، في عندنا منتجات يدوية، في مأكولات، في حاجات تجارية، وفي عندنا تصنيع. في موجود عندنا العريضات بتوعنا بتوع لجنة سيدات الأعمال، وفي عندنا مشارك معنا جهاز تنمية المشروعات في الإسماعيلية. المعرض كل الخدمات بتاعته بتقدم بالمجان، وعلشان كده بنقدم خصومات بتوصل من 20-30%. فالأسعار اللي هتبقى موجودة في المعرض 3 أيام دول الأربع والخميس والجمعة هتبقى مختلفة تماما عن الأسعار اللي موجودة بره. كان لي الحظ إن أنا شاركت في أول المعارض لسيدات أعمال إسماعيلية في الغرفة التجارية، وكل معرض بنشترك فيه بيضيف لنا حاجات جديدة لشغلنا، والناس بتعرفنا من المعارض، بتبقى فرصة لنا للتسويق،
بنتعرف على منتجات اصحابنا واصحابنا بيتعرفوا على منتجاتنا، بنساعد بعض، الغرفه بتساعدنا، بتتيح لنا فرصه ان احنا نسوق شغلنا، بتعمل لنا دعايه، بتعمل لنا معارض مجانيه، بتعمل لنا زي انتشار في السوق. انا كنت بادئه شويه شغل كده اونلاين، يعني ممكن ابيع في البيت، ممكن ابيع عن طريق النت كده. بعد كده اما انضميت للعارضات تبع الغرفه من سنة 2018، ابتديت بعد كده قالوا ان في كارد ممكن مثلا يطور شغلكم، رحنا قدمنا على الكارد واخدناه. دلوقتي بقى عندي محل، كبرت شغلي ووسعت نشاطي وبقى عندي محل والحمد لله، والكارد ساعدني طبعا في حاجات كتير. في الإسماعيلية أكد رئيس جامعة قناة السويس دكتور ناصر مندور أكد حرص الجامعة على إكساب الخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال تكريمه الناجحين من الطلاب الذين اجتازوا الدورة التي نظمها قسم الجغرافيا بكلية الآداب بالتعاون مع مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية والاستشارات والتدريب. النهارده بنشهد تخريج دفعة جديدة من طلابنا اللي بتدربوا على نظم الجي اي اس والاستشارة عن بعد على احدث النظم، متدربين كويس قوي، كمان بيوفر لهم فرص عمل، فاكيد لها دور كويس قوي في العملية التعليمية والتدريبية وخلق فرص عمل لاولادنا اللي بعد التخرج، تأهلهم لسوق العمل عن طريق دورات تدريبية جيدة زي النهارده كده على احدث النظم الموجودة في العالم. كمان لما يروح يتدرب في الفترات الصيفية وأثناء الدراسة في شركات كبرى وعملاقة زي الشركات اللي كانت مساهمة معانا النهارده في اليوم الجميل ده، فبالتأكيد هو جرب الخريج قبل ما يتخرج معاه في الشغل، فشاف إمكانياته وعرف إمكانياته كويسة، وبالتالي بتكون فرصته في التخرج أو في العمل في هذه المؤسسات بتبقى كبيرة جدا. النهارده حضرتك التحول الرقمي اللي بتشهده الدولة المصرية في وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده بيتطلب طول الوقت ان الطالب يدرس ويتدرب عملي اثناء الدراسة بتاعته عشان ما ينتظرش طابور طويل بعد ما يخلص، وطبعا ده بيتحمل تكاليف كبيرة في التدريب سواء السفر للقاهرة، فاحنا قررنا ان احنا ننقل التكنولوجيا دي لارض الاسماعيلية عشان خدمة اولا ابناء جامعة قناة السويس وخريجين جامعة قناة السويس، وكان لينا الشرف ان احنا المركز ده درب وساهم في اثناء حفر قناة السويس الجديدة العديد من المهندسين داخل الهيئة وداخل المنطقة الاقتصادية وداخل إدارة نظم مديرية الأمن، بالإضافة للعديد من التخطيط العمراني وعديد من الجهات الحكومية. يعني دلوقتي احنا شغل نظم وشغل كمبيوتر، فمين اللي هيعرف اللي هو يسافر القاهرة كل شوية ويرجع، فمشوار برضو تعب، فاللي هو ايه بيعلمونا عن الجي اس والكلام ده، وان احنا نعرف نشتغل على الكمبيوتر ونصمم خرائط ونخرجها وننتجها ونرسمها كمان، ده بيفرق كتير. يعني مميزاته ان انا اتعلمت ازاي ارسم خرائط على البرنامج الكيو جي اي اس. البرنامج دوت ساعدني ان انا احدد المحافظه اللي انا عاوزاها، عايز اظهر عليها اي مركز من المراكز الموجوده فيها اقدر اظهره، اقدر اقص المحافظه اللي انا عاوزاها، لو عايز اشتغل على الجمهوريه كلها اقدر اشتغل. استفدت ان انا ابدا اعمل خريطه، اعمل حاجه للخريطه، اعمل تقسيم اداري للمحافظات، طلعت في الاخر اطلس محافظات باذن الله مع شباب مع اصحابنا. اشتغلنا على ان احنا نتعلم ايه سوق العمل محتاجه لما نخرج من الجامعه او باذن الله لما نتخرج، هل ايه اللي هيواجهني عشان اتعين او ابدا اشتغل او ابدا حياتي قدام. اعرب عدد من المواطنين من ابناء محافظه الشرقيه عن امنياتهم في ان يكون عام 2022 عام ازدهار ورخاء ومحبه واستكمال لما تشهده البلاد من مشروعات قوميه، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته التنموية لبناء الجمهورية الجديدة. بشكل عام بالنسبة للشعب المصري عموما كل العام وهو بخير وكل الناس طيبين، نتمنى ان الحياة تبقى يعني روح المحبة والتواصل مع الناس، ان شاء الله يكون عام مليء بالخير، أكثر استمرار استقرار وأمان ومحبة
ونحب نوصل رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا مبسوطين منك جدا جدا جدا. امنيتي في 2022 ان شاء الله تعيش في سعاده. اتمنى تبقى الدنيا جميله والله العظيم، والناس كلها تبقى سعيده، والناس كلها تبقى صافيه لبعضيها، وعايزين الدنيا تبقى خير والله العظيم. بس بنتمنى من الله ان ربنا يوفقنا كلنا، وان هي تصفى لبعضينا، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء. السنه الجايه يكون كل واحد، كل الناس محققه احلامها ان شاء الله، ونحيي الرئيس السيسي بيعمل لنا مشاريع كويسه والدنيا حلوه ان شاء الله، ومصر جايه ان شاء الله كل يوم الاقتصاد بيزيد. بالنسبه للمحافظه الشرقيه يعني انا بتمنى تكون محافظه زي المحافظه الثانيه، زي القاهره، زي اسكندريه، المحافظه الكبيره اللي هي فيها اهتمام بالنسبة لبعض الأمور، زي مثلا الطرق، زي مثلا الاهتمام بأكتر شوية يعني. بس كده. وبالنسبة للمنات العامة، أن ربنا يحفظ مصر. أتمنى كل خير لمصر والأمة محمد كلها إن شاء الله. حاجة كلنا بتمنى إن شاء الله. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، أعلن اليوم الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون المقرر إقامتها في 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير. وقد وضع كيروش وجهازه الفني محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وعمرو السولية ضمن قائمة الطوارئ، كما سيكون اللاعب محمد أبو جبل هو الحارس الثاني للمنتخب في هذه القائمة، فيما تم استبعاد 12 لاعبا منهم محمد فوزي حارس الإسماعيلي وإمام عاشور ومروان حمدي ونبيل دونجا وأحمد رمضان بيكم ومحمود علاء. هذا وقد تقرر أن تقام تدريبات المنتخب يومي غدا وبعد غد من خلال معسكر مفتوح، يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم السبت على أن يبدأ المعسكر المغلق يوم الأحد القادم حتى موعد السفر إلى مدينة غاروا الكاميرونية في 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير، لينتقل بعدها المنتخب إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقات المنتخب السوداني في 19 من نفس الشهر في ختام مرحلة دور المجموعات. واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية على استاد الإسماعيلي استعدادا لانطلاق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى والمقرر إقامتها في 12 يناير القادم، في ظل إيقاف مسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. هذا وقد خاض الإسماعيلي تدريبات خططية وتدريبية مع تركيز من الجهاز الفني بقيادة خوان براون المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية وعلاج الأخطاء والعقم الهجومي الذي يعاني منه الفريق منذ بداية المسابقة. هذا ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى في أعقاب تأجيل منافسة مسابقة الدوري حتى 6 فبراير. سادت حالة من التفاؤل الحذر في النادي المصري وقطاعاته الجماهيرية عقب الإعلان عن نتائج قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أسفرت عن وقوع المصري في المجموعة الثالثة التي تضم القطن الكاميروني ومازيمبي وأوتوهو الكونغولي خلال مرحلة دور المجموعات. وقد باشر محمود جابر المدير الإداري للفريق مهمة جمع المعلومات عن الفرق الثلاثة استعدادا لانطلاق المباريات في مارس المقبل، مؤكدا أن المصري يمتلك خبرة اللعب في البطولات الإفريقية وأنه يضم مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرة الذين يقودهم جهاز فني كفء على رأسه المدير الفني معين الشعبان. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث يؤثر على مصر منخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا،
ومن المنتظر أن يؤدي ذلك يوم الخميس إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، وتكون ذروة الحالة يوم الجمعة حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الليلة وغدا بإذن الله فيما يلي.